مواكبة لإعادة فتح الحدود البحرية من طرف السلطات المغربية، وخصوصا الحدود، خصوصا بالنسبة للبواخر ديال المسافرين والبواخر السياحية. كيستقبل ميناء طنجة المدينة هاد اليوم باخرة سياحية قادمة من ميناء كاديس الإسباني، ومتوجهة بعد ميناء طنجة إلى ميناء جبل طارق. ضباط الصحة تابعين المراقبة الصحية كنتقلوا للباخرة، كيتأكدوا من الوثائق الصحية وعبارة عن جواز التلقيح، كذلك تحليلات البي سي آر، لأن البواخر السياحية كتتبع واحد البروتوكول الصحي جد صارم. بعد ما كنتأكدوا من صحة هذه الوثائق كنطلبوا من قائد الباخرة الإنزال العلم الأصفر ورمز دولي للمراقبة الصحية، وتتعطى الإشارة أو الترخيص بنزول المسافرين والطاقم. عدد المسافرين اللي كاينين على متن هذه الباخرة هما 131 مسافر و103 ديال الطاقم ديال الباخرة. كتبقى هذه الباخرة تحت المراقبة الصحية طول الفترة ديال المكوت ديالها بالميناء، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وكذلك الأمن الصحي ديال البلاد ديالنا. كنتمناو تكون هي بداية خير باش يكونوا واحد العدد كبير ديال البواخر السياحية اللي غيساهموا في الانتعاش السياحي ديال المدينة ديال طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.